بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا هذه محرك متاع فيات ديزل جي تي دي، هذا سموه جي تي دي، محرك ديزل جي تي دي. يعني باش نوريكم التعديل متاع الشان نتاعو او الكاتينة او السبتة او الحزام. هذه الكاتينة متاعها هي اللي الشان متاعها تمشي من مضخة الديزل للاربكم، تنزل على المضخة الماء وتنزل هنا على البنيونات هذوما الزوز، وتهبط حتى للكل للفيبروكان لوطا اللي هو الكرانك. عندنا هنا في الكرانك عندنا هنا ريبير، هذه واحدة هنا وفيها واحدة هنا حرف. عندنا من هنا هذه نحطوا لها بولون الكوماراي، هذه في المضخة. عندنا من هنا عندنا ريبير اللي هي هذه دي في القطاع، وعندنا من اللوطة اللي هو يخدم اما عنده اما يخدم على نكته دهن او يخدم على ريبير كيما هذا او يخدم على هذا. هو تو احنا هنا مقمرينها هنا بالدهن بالزواج، خليناها كيما هي هي وهذا. هي المفروض تجي من هنا، لكن هي مادام مقمره وحاضره خليناها مقمره حاضره كيما فكيناها كيما رديناها اللي لقيناها عملناها فيها بالضبط هنا وهنا.